السادة الحضور الكريم، السيدة والسادة رجال السلطة، كذلك نائب الأول لرئيس الجماعة الترابية تالودان، مجموعة أشأش الدين، مرحبا بكم جميعا. الفرق المشاركة معنا في هذا الحفل، هذا البرنامج جاء في إطار يعني برنامج أوراس الشق المتعلق بالتنشيط الثقافي والفني، واللي وضعته جامعة المواطنة لتطير وتكوين المواهب الشابة اللي كتسخر بها مدينة تالودان. فالحمد لله أن مدينة تالودان هي بالنسبة لها يعني كتوفر على مواهب في مجال الموسيقى والغناء، يعني في المجال الفني ككل وكذلك المجال الثقافي. فأطور شابة فنية مواهب خاص غير اللي يهتم بهذا الشق، هذا لا من خصوصا الجمعيات المهتمة أو اللي كتخدم في هذا المجال، وكذلك المؤسسات المنتخبة والمؤسسات العمومية خصت لنا خصنا بزاف أن مدينة تالودان خصها تظهر، وأنه خص يكون عندنا الخلف ديال الرموز الفنية والثقافية اللي كانت مدينة تالودان، واللي كانت الإشعاع ديالها كان يعني عنده صيت على الصعيد الوطني. ومن بين هاد الرموز اللي حضر معنا اليوم رمز من رموز الأغنية الرودانية التراثية والشعبية، واللي غادي يكون عنده تكريم اليوم اللي هو سي عبد الفتاح الغندور، اللي كون لنا واحد مجموعة ديال الشباب اللي غتشوفوها هنا. سي عبد الفتاح الغندور لمشاركات محلية وجهوية وطنية وكذلك مشاركة دولية، لا على الصعيد العربي ولا على الصعيد الدولي، فما يمكن شيء أننا ما نفكروا فيه، وما يمكن شيء أنه يبقى دائما وراء الستار، ورغم أن الأعمال ديالو شاهد عليه. فاليوم تكريم المجموعة ديال الفعاليات، يعني عندنا جوج ديال المكرمين اللي غادي تعرفوا عليهم، ونظرا للدعم ديالهم الاجتماعي والفني والثقافي والتواجد ديالهم بشكل لصيق مع جمعية هيئة المجتمع المدني، فمرحبا بكم لما نطول عليكم، وتحية لكم جميعا. شكرا. Thank you.
I'm
Yeah.
يا الله